السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير. معكم أخوكم ستاين قحطاني من موقع تخبير أحدث. اليوم عندنا استعراض بسيط جدا للهاتف محمول اتش تي سي 1 ميني ومقارنة مع أخيه الأكبر اللي هو اتش تي سي 1. لكن نبدأ مع اتش تي سي 1 ميني. الهاتف تم الإعلان عنه في السوق الإماراتي، للأسف لم يذكر السعر، لذلك ما عندي أي خلفية عن موضوع السعر. الهاتف بمواصفات يعتبر الأخ الأصغر، طبعا مواصفات أقل، 4.3 إنش 720 للدقة الشاشة، 1.6 ميجا بكسل للكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية طبعا بتقنية الألترا بكسل اللي هي 4 ميجا بكسل مع تصوير فيديو 80 بي والكاميرا الأمامية 720. طبعا من ناحية المقاييس الأبعاد الخاصة بهذا الهاتف يعتبر أقل سماكة من أخيه الأكبر بشكل واضح، لكن عملية التصميم ومفهوم التصميم مختلفة، وهذا راح نرجع له إن شاء الله. الذاكرة شوية عندك 1 جيجا بايت والبطارية 1100 ملي أمبير، ونظام الأندرويد اللي هو الجيلي بين 4.2.2 مع واجهة السنس الإصدار الخامس. لما نجي نسوي له مقارنة بشكل واضح مع الـ HTC One، نلاحظ تشابه كبير جدا في مفهوم التصميم ما بين الاثنين. يعني على سبيل المثال الاثنين يتفقون انهم بمادة تصنيع ممتازة عالية الجودة اللي هي من الالومنيوم، حيث انها يعني تعطي انطباع كويس جدا انه يعني ما راح تخيب امالك مقارنة بالهواتف الاخرى التي تأتي بجودة تصنيع متوسطة او عادية جدا ولا تعطيك ذاك الفخامة. طيب من ناحية الأزرار، لو تلاحظ الأزرار الخاصة بمستوى تحكم الصوت هنا، يعني أوريكم إياها من الجهة الثانية، هنا تيجي قطعة واحدة لكن هنا تيجي بأزرين منفصلين يعني مختلفة. فمن ناحية هذه النقطة إنه عملية الاستجابة أجدها في الون ميني أفضل، لكن يعني مو معناتها هذه سيئة، لكنها أفضل في من ناحية الاستجابة أو الضغط أو الوصول إليها. لاحظ إنه كلا الطرفين يستخدمون مادة البلاستيك اللي البوليكربونايت، لكن هنا المعتمة وهنا اللماعة. لو تلاحظ أيضا إنه الأطراف اللي حوالين الشاشة ظاهرة في الون ميني أكثر من الموجودة في الون. الكاميرا الأمامية طبعا اختلفت ما بين الاثنين، يعني درجة الوضوح في الكاميرا الأمامية في الون ميني أقل من الموجود. فتحات السماعة لو تلاحظونها أقل مساحة من اللي موجودة في الون، لكن مع ذلك يعطي تقنية صوت البوم ساوند أفضل بكثير. من الاختلافات الموجودة أيضا هو موضع الفلاش اللي هو موجود في الون ميني الأعلى، لكن هنا في الون موجود بالخلف. في طبعا اللوجو الخاص بالبيتس اوديو اللي هو الشعار الخاص فيه هنا باللون المعتاد الاحمر، لكن هنا جاي بلون اسود على ما اظن او لون رصاصي. اماكن الميكروفونات الصغيره هذه موجوده هنا ولكن هنا موجوده. طبعا من الداخل نجد الاختلاف الكلي، رباعي على ثنائي النواه، الشاشه سوبر ال سي دي غوريلا جلاس، لكن يختلف تماما هنا انه درجه الوضوح وكثافة البكسلات. طبعا في ناحية الاستخدام اليومي ما راح تلاحظ ذاك الفرق، لكن تلاحظ كل ما قربت من الشاشة راح تلاحظ القوة تصالح الون. ايضا للاسف بحكم انه HTC تخلت عن يعني جعلت مواصفات الون ميني اقل، فيفقد بعض الخصائص الموجودة في الون. على سبيل المثال ما في تقنية NFC، التصوير الفيديو اللي هو مثبت البصري غير موجود في الالترا بيكسل، مع ذلك جودة التصوير ممتازة لأبعد الحدود. البطارية تم تقليل حجمها، لذلك عليك الانتباه جدا جدا لطريقة استهلاكك للبطارية. زي ما ذكرنا تقنية الـ NFC غير موجودة، للأسف التقنية الموجودة في الأشعة تحت الحمراء اللي موجودة في الون غير موجودة أيضا هنا، لذلك ما راح تستفيد او ما راح تستخدم التقنيه اللي هي بالاشعه تحت الحمراء ومشاهده التلفاز وتغييرها او التحكم فيها عن طريق الون ميني. انتظروا ان شاء الله التفاصيل الكامله من خلال موقعكم. اشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامه.